فيما أحرق شبان غاضبون مركزا للأمن في منطقة الكرم وحاولوا اقتحام آخر في حلق الوادي، كما شهدت مدن أرجاب والمكناسي بمحافظة سيدي بوزيد ومدينة قفصة وقبلي اضطرابات ليلية واشتباكات مع الأمن وسط حالة من الاحتقان. تلت تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجح التي حذرت من وجود حكومة ظل تدير البلاد، جاء ذلك وسط حراك واحتجاجات شعبية في أكثر من مدينة تونسية.